نروح نشوف دلوقتي الحالة المرورية مع فاطمة، نعرف أخبار طرق ومحاور في شوارع مصر. صباح الخير عليكي فاطمة من جديد. صباح الخير يا جمانة مرة تانية طبعا، وعلى حسام وعلى السادة المشاهدين. وهنطمن دلوقتي على الحالة المرورية ولنتعرف على الحالة المرورية والطرق والمحاور في شوارع مصر من مراسلتنا لمياء حمدين. صباح الخير لمياء، وطمنينا على الطرق والمحاور المصرية والحالة المرورية فيهم دلوقتي. صباح الخير عليكي فاطمه وعلى زمايلي في الاستوديو وعلى الساده المشاهدين في كل مكان. الحقيقه النهارده اهدى كتير الحاله المروريه من امبارح كان في زحمه صعبه جدا في اغلب الطرق والمحاور، لكن كمان قلنا لكم ايه الطرق اللي ممكن نمشي فيها ويكون فيها سهوله ويسر شويه في حركه المروريه. النهارده احنا على محور 26 يوليو في سيوله مروريه كبيره زي ما حضراتكم شايفين، كمان اعلى محاور الجيزه في شارع الجيزه وشارع النيل السياحي والهرم والبحر الاعظم في سيوله مروريه النهارده كبيرة احنا شاهدناها. النهاردة كمان محور 15 مايو في سيولة مرورية منتظمة حركة سير السيارات في ميدان التحرير دايما ومنطقة وسط القاهرة وكوبري 6 اكتوبر. بالنسبة كمان للطريق الدائري في سيولة مرورية للي جاي من الاقاليم عبر الطريق الزراعي، وكمان المتجه من المنيب وفي طريق الاوتوستراد والتجمع، وفي الاتجاه الثاني او الاتجاه العكسي القادم من المعادي لمناطق الجيزة، وكمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي، كمان ميدان النهضه وصولا لاشاره بين السرايات وشارع النيل السياحي، ومحور عرابي في انتظام في حركه سير السيارات وصولا للمهندسين. احنا اصلا متوجهين دلوقتي كمان للمهندسين، هنشوف بالصوت والصوره الطرق والشوارع اللي موجوده هناك، الحاله المروريه هناك عامله ازاي. كمان انتظمت حركه سير السيارات في محور صلاح سالم المتجه من نفق المرغني ومصر الجديده، وكمان اللي جاي من صلاح سالم لنفق الازهر، وكمان الازهر والجماليه شهدت صوره مروريه. كنا كمان دايما بنتكلم على تعزيزات الاداره العامه للمرور سواء في القاهره او في الجيزه للعمل على ازاله اي اعطال مروريه او حوادث ممكن تعوق حركه سير السيارات في شوارع المختلفه لتسهيل وصول المواطنين للاماكن اللي بيقصدوها. وكمان بنتكلم عن الحملات المكثفه على الطرق السريعه لحد من الحوادث ومنع القياده تحت تاثير المخدر، لانها بتهدد سلامه الناس كلها سواء حضرتك اللي سايق او الناس اللي بتبقى حواليك سايقين عربياتهم. كمان في تكثيف حملات الرادارات ونشر سيارات الإغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدرجات البخارية، وعززت كمان الإدارة العامة للمرور من تواجد الخدمات المرورية على كافة الطرق والمحاور المختلفة ودورياتها الموسعة سواء من خلال اللجان الثابتة أو المتحركة في كافة الطرق والمحاور الرئيسية. دي كانت نشرتنا المرورية أو جولتنا المرورية الأولى، وهنتابع معاكم في جولات أخرى مختلفة. إليكي فاطمة. شكرا الزميلة لمياء حمدين، وطبعا هنتابع معاكي الحالة المرورية على مدار الحلقة. وطبعا احنا اطمنا دلوقتي على الحالة المرورية في الشوارع والميادين المصرية. خلينا نرجع مرة واحدة او مرة تانية لحسام وجمانة. نشكرك فاطمة، شكرا جزيلا. نشكر طبعا لمياء.